السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ميلا ميلا. اليوم غادي نديرو الكيرنتيكا. الكيرنتيكا اللي معروفة في الغرب، كاع الناس الغرب يديرو الكيرنتيكا ويبغوها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. نبدو هنا في المقادير على بركة الله. عندي هنا انا هاد الزلافة كيلت بيها، لخاطرش غادي ندير السني كبير، كيلت بزلافة كبيرة وانتوما على حسب السنين اللي عندكم. انا درت 400 غرام هنايا، ندير معاهم 3 كيلة تاع الماء. عندي زوج حبات على البيض، كاس تاع الزيت، الملح، الكمون، والفرماج هنا اختياري. انا نبغي ندير الكارنتيكا نبغي نضيف فيها الفرماج، اللي يبغي يضيف الفرماج يضيف، اللي ما يبغيش يستغنى عليه. ندير هاد الكيلة تاع الحمص مطحون، ندير لها الملح، والكارنتيكا تبغي الملح. ديروا ومن بعد تزيدوا تذوقوا، من تخلطوها تذوقوا، الا خاصها تزيدوها. والكمون هكا، نخلطهم، ندخل هذاك الملح والكمون ونضيف لها هذاك الكاس تاع الزيت. هنا تبغي تخلطي بالفوي، تبغي تخلطي بيدك، انا نفضل نخلطي بيدي بالخف باش من بعد نستعمل البغا تاع الميكسور. هكا ندخل هذاك الزيت كاع في اللي غيشرب كاع هذيك الحمص، اللي غيشرب كاع داك الزيت. هكا نبسس كل راني نبسس فيها، وتجي كيما العجينه، كيما من نبسو نبسس ولا المقرود. هكا نديروها كيما العجينه، هكا دروك. هنا نضيف لها هذوك زوج حبات تاع البيض، تاني نزيد نخلطهم غير قد ما البيض يدخل مع الزيت ولا الحمص المطحون. هكا ودروك نبدا ندير في الماء. عندي الكيله الاولى تاع الماء، ونخلط بالفوي غير قد ما نحل هذيك العجينه في الماء، ونضربها بالبراب ميكسور. نزيد الكيله الزوجه ونخلطها هكا. بصح هنا يليق نستعملوا الميكسور على جال هذوك الحبيبات، هكا بالميكسور هكا باش هذوك الحبيبات كاع ينتحلوا ما يقعدوناش. هكا راني دايره زوج كيلة تاع الماء، كي نحبس التخلاط بالبغا ميكسور نزيد الكيلة تالتة. هاولين الحبيبات كاع راحوا ما بقاوش، دروك نزيد الكيلة تالتة، وهنا ندوقو نشوفو. الا خاصنا الملح نزيدوها شويه ملح وشويه كمون، والا ما خاصهاش هي مليحه نديروها. انا نضيف لها شويه تاع الملح هكا، ونزيد نضيف لها شويه تاع الكمون. وهنا انا كي نكملها نخليها تريح مده 10 دقائق. في هذيك المده اللي تريح فيها هذاك البلا اللي غادي ندير فيه، انا غادي ندير فيه هذا البلا كبير غادي ندير فيه، اللي هذا تكيله كبيره، وندير تحته بلا واحد اخر. هذا نكون ندخله في الكوشه يحمى، يحمى مده 10 دقائق. ندير له الزيت وندخله يحمى في الكوشه، كي يحمى 10 دقائق نخرجه. ندير له الزيت ونديره يحمى، مور لي يحمى نخرجه ونكب فيه هذيك الكيرنتيكا وندخلها في الفرن. الفرن نشعلوه كاع من نبدو باش تكون حمى غايه.
يعني دخلته للفرن، خليتها 10 دقائق، خليتها حمى 10 دقائق، ودروك نكبها فيها هكا، ودروك ندخلها طيب. كي طيب انا نعاود نحل عليها ونزيد لها هذاك الفرماج اللي قطعته صغير، هذه اختيارية، انا نبغي الفرماج فيها. نجمو تستغنوا عليه. هاكا نديره كاع ونخليها طيب، الكرانتي كتشد الطياب، طول عندها من ساعة ونص حتى لزوج سوايع. وديروا لها البلا من تحت، انا ني دايره البلا من تحت. هيا لهنا الكرنتيكة تاعي جاهزة، حمرتها شوية من الفوق وراهي ناشفة، ما راهي جارية، ما راهي هذيك. هي نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هيا لهنا كرنتيكة تبغي تنتكل حامية، درت لها شوية هريسة شوية كمون. هيا لنقربها لكم باش تشوفوها كي جات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوا الوصفة. ما تنسوناش بالاشتراك واللايك مع وصفات ميلا ميلا. سلام.